نوفل كان كيقلب على حل لمشكل التنقل في المدينة. كانت سوسن نصحاته يبحث شوية في القانون ويحاول أنه يغيره وباللي خاصه يتعامل مع البرلمان، ولكن هو ما فهمش شنو هو هذا البرلمان. بقاو معنا باش نعرفه مع سوسن. أول حاجة خصك تعرفها نوفل على البرلمان هو باللي فيه جوج ديال الغرف. مجلس النواب فيه 395 عضو وكينتخبوه باقتراع العام مباشر باللائحة لمدة 5 سنين. مجلس المستشارين فيه من 90 حتى 120 عضو وكتبقى مدة الولاية ديالو 6 سنين، وهاد الناس هما ممثلي الجماعات والغرف المهنية وممثلي المأجورين. والبرلمان تحددت 3 ديال الصلاحيات ديالو بالدستور، وهما التصويت على القوانين والمراقبة ديال الحكومة والتقييم ديال السياسات العمومية. والأهمية ديال البرلمان أنه هو اللي تيقول الحكومة خدمي، واخا الملك كيعين رئيس الحكومة وأعضائها هذا كيبقى غير إجراء أول. خاص الحكومة تقدم برنامج الحكومي ديالها أمام مجلس البرلمان وتاخذ الثقة ديال الأغلبية المطلقة لأعضاء ديال مجلس النواب، عاد تقدر تبدأ الخدمة ديالها. قبل فاش قلت راه البرلمان من اختصاصات الأساسية ديالو هو مراقبة السياسات العمومية والتقييم ديالها، إوا سيدي ركز معايا، هذيك هي الطريقة باش يقدر يتبع الرأي ديال الناس فحالي وفحالك. والأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية اللي كيسولوهم الناس راه الوزير يقدر يجاوب عليهم. أولا ينوب عليه شي واحد من الحكومة ويقدروا يتسناو الجواب على 20 يوم. رئيس الحكومة كيقدر يطلب من مجلس النواب أن الحكومة تكمل الخدمة ديالها وتحمل المسؤوليه ديالها. هذاك الشيء علاش رئيس الحكومه كيطلب من مجلس النواب يصوت عليه ويعطي تصريح بالسياسه العامه وبشي نص يطلب الموافقه عليه. طبعا عاوتاني البرلمان يقدر يدفع ملتمس رقابه باش يعارض مواصله الحكومه وما تبقاش تحمل مسؤوليتها، والموافقه على هذا الملتمس ديال الرقابه ما تيكون الا بتصويت الاغلبيه المطلقه لاعضاء ديال الناس في مجلس النواب. دابا غندوي في الصحيح. سمعتي بلجنة تقصي الحقائق؟ هذيك اللجان عندها واحد القدره على التحقيق بوقائع معينه وبتدبير مصالح المؤسسات والمقاولات العموميه، بحال مثلا هذاك العام فاش ناضت هذيك الروينه ديال الغش في الامتحان، راه البرلمان شكل لجنه ديال تقصي الحقائق ودار واحد التقرير نشروه باش الراي العام يعرف شنو طاري. هاد اللجان كتوقف الخدمه ديالهم فاش كدوز مساله لتحقيق قضائي، قضيه من كيولي فيها القاضي وهما تسالي الخدمه ديالهم. او نزيدك، البرلمان هو اللي كيصوت على القوانين وعنده الحق يقترح القوانين، يعني الا بغيتي تبدل الواقع ديالك وديال الناس والبلاد الا كنتي برلماني تقدر تقترح قوانين وتقدر تصوت على قوانين اولا تعارض شي قانون. انا كتعرفني خدامه كصحفيه في مجالات الكترونيه، ما عنديش شي قانون واضح وصريح كيحميني وكيحمي الحقوق ديالي. داكشي علاش درنا لجان وكتبنا ملتمسات وعرائض ودفعناهم البرلمان والحكومه باش يقادوا لنا الوضعيه ديالنا، فهمتي؟ مناقشة مشروع القانون المالي وقانون التصفية حاجة خاصك تفهمها. قانون المالية هو الميزانية العامة ديال البلاد وعندها تأثير مباشر على الحياة ديالنا، وداكشي علاش كل عام كتقترحو الحكومة وكيصوت عليه البرلمان. وزيد على هادشي كامل أن البرلمان كيحاسب الحكومة على الحصيلة ديالها، قدروا يحاسبو حتى الشركات إلا كانت شي صفقة عمومية نايض فيها الصداع. وأكبر مثال على هادشي هو الحملة ضد العنصرية اللي سميتها ما سميتيش عزي، بدلت القانون لصالح الناس اللاجئين في المغرب من إفريقيا جنوب الصحراء. هادوك الناس دابا عندهم الورق ديالهم، فهمتي؟ راه الا بغيتي تبدل شي حاجه راه خاصك تحرك. هانت بخلاصه، برلمان مقسم 9 ديال اللجان: لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع الوطني والشؤون الاسلاميه والمغاربه المقيمين في الخارج، لجنه الداخليه، السلطات المحليه، السكن وسياسه المدينه، لجنه العدل، التشريع وحقوق الانسان، لجنه الماليه والتنميه الاقتصاديه، لجنه القطاعات الاجتماعيه، لجنه القطاعات الانتاجيه، لجنه البنيات التحتيه، الطاقه والمعادن والبيئه، لجنه التعليم والثقافه والاتصال، لجنة مراقبة الأموال العمومية. تواصل مع اللجنة ديال القطاعات الاجتماعية، لجنة العدل وتشريع حقوق الإنسان كخطوة أولى. سير جمع الناس اللي في حالك والناس اللي متعاطفين معكم وسيروا دفعوا شي ملتمس للوزير، وضروري تدخلوا معكم شي برلمانيين باش الصوت ديالكم يتسمع من الداخل، فهمتي؟ دابا ما عليك إلا تبدأ ترافع على الحقوق ديالك.